الفنان الكوميديان محمد هنيدي اللي يعني بيعمل شقاوة دايما على السوشيال ميديا طلب من جمهوره امبارح ان هم يسألوه وانه هيتلقى كل اسئلتهم ومش هيجاوب عليها، ولكن هو تراجع في كلامه واختار بعض الاسئلة وجاوب عليها فعلا. وزي ما عرضنا امبارح فيديو اجابات احمد فهمي على هاشتاج اسك فهمي اللي طرحها على الجمهور، اخترنا برضو بعض اسئله الجمهور واجابات هنيدي عليها. الاسئله كانت من نوعيه طولك كام يا هنيدي، اسئله محرجه يعني، وهل هيرجع للدوبلاج ولا لا، ده يا ريت يعني. وبس السؤال الاقوى كان ازاي خضر شخصيه خضر في فيلم عسكر في المعسكر دخل الجيش اتجند وهو ما عندوش اخوات، تعالوا نشوف الردود. كل سنة وانت طيب يا مؤمن، ان شاء الله يا رب. يعني انا اتمنى ان يكون لي حاجة مسلسل في 2018، بس هي القصة بس ان شاء الله دعيلي الاقي الورق اللي انا احبه عشان حضراتكم تحبه، لو كده طبعا هيسعدني. بص، موضوع الدبلجة اكيد انا يعني ما ينفعش ابعد عنه، ان انا بعشقه يعني، وحصل ظروف الفترة اللي فاتت وبنحضر شغله ان شاء الله يبقى كويس، بس من حيث المبدأ ان شاء الله قريب لازم اعمل دبلجة. بص بقى معلم، السؤال ده حلو جدا جدا، وبصراحة شديدة كلنا صناع الفيلم ما خدناش بالنا الا من سنتين ثلاثة يعني، لما حد نوه على الموضوع. يمكن عدت معانا عشان هو في الشرطة مش في الجيش، لكن بجد عدت وقشطة. يعني مش عارف اقول لك يا باشمهندس ولا اقول لك يا ربع باشمهندس، يعني مساء الخير يا استاذ ربع مهندس. سؤالك حلو قوي لان انا بحب الفيلم ده قوي والحمد لله انتوا بتحبوه، فمش عارف لو خايف انتوا تقولوا ليه جزء تاني والحاجات اللي بتتقدم، لو الناس حابه طبعا انا في ثانيه. لا اكيد طبعا بيبقى في حاجات مكتوبه في النسخه المؤلف كاتبها وبتاع، بس ساعات في المشهد الواحد بيدخل في الحاله كده فبتطلع حاجات واحنا بنصور الحمد لله. بقى اول فيلم ليا تماما في السينما كان اسمه سرقات صيفيه، اخراج الاستاذ يسري نصر الله وانتاج الاستاذ العبقري يوسف شاهين الله يرحمه. عملت 6 مشاهد، كنت عامل شخصيه عبيط القريه وخدت 250 جنيه. سؤال ملفت الحقيقه وعجبني يعني. بص بالنسبه لطولي في ناس بتقول 180 وفي ناس بتقول 170، فهمت؟ في تضارب، بس انا محتفظ بالرقم لنفسي الحقيقه. سؤال محرج الحقيقه، ما بحبش اشكر في نفسي يعني، الحكم ليكو عشان انت عارف سيلين ديون قمصه وبتاع، فخليها مش مشكله، خليها هي شايفه نفسها ان هي احسن. اخر مره زرت المنوفيه كنت في حوالي ثالثه اعدادي، كنا رايحين نلعب ماتش كوره في قريه جميله اسمها سنتريس، واكلونا قبل الماتش في تيم بشالتي، اتغلبنا بتاع 11-0.